اللعيبه الخبرات دورهم هيكون كبير في الماتش الجاي، في لعيبه تقدر تخلص. شايف مين اللي يقدر يخلص الماتش الجاي او مين محتاجه يكون جاهز 100%؟ بص انت هناخدها من ورا كده، انت قلت في الانترو بتاعك عندنا اتنين بسم الله ما شاء الله، ابو جبل وعواد، ايا كان اللي هيبقى موجود فيهم. واحنا قلنا دايما ان الحارس المرمى هو نص الفريق، ثلاث ارباع الفريق، لانه مهم جدا وجود. انت بتحس ان انا كنت بلعب سرد باك، لما تحس ان اللي وراك ده انت بتثق فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى، فبتحس ان اللي وراك ده وحش، زي عبد واحد السيد كان معانا، كان عبد منصف، فتحس ان في انت شايل من دماغك حته ان انت لو اي كره جت يبقى انت عارف ان في وراك واحد يقدر يسد الحته دي، ودي مهم جدا. اي حد فيهم هيبقى موجود، ابو جبل او عواد، هيبقى كويسين. الفكره بقى قضى انه لازم اللعيبه تكون اول حاجه فرض الشخصيه، افرض شخصيه نادي الزمالك. يعني شفنا في ماتش الداخليه اول ثلاث دقائق او اربع دقائق دخل فينا جون، قلنا عشان في شباب واللعيبه كانت مهزوزه في الاول. مفيش كلام من ده، لازم تنزل انت شخصيتك من الاول. مفيش الكلام من ده، مع اول التحام، مع اول استلام، تبين للمنافس اللي انت شراسه على الكوره، مش شراسه مش على اللعيبه، صح؟ مش على اللعيبه، شراسه على الكوره، لعبه نضيف، فير بلاي. بالظبط. يبقى انا عندي اول حاجه، يبقى يهمني اول فرض الشخصيه بتاعت نادي الزمالك. تاني حاجه ان الحاله الفنيه بتاعت اللعيبه تبقى كويسه في الوقت ده، في المباراه دي. دي مهمه قوي، اللي هي اللعيبه الخبرات اللي هي تبقى موجوده عشان تخلي اللي قاعد بره ده يبقى قاعد مطمئن، البدلاء يبقوا قاعدين حتى مطمئنين، حتى لما تيجي تغير او تعمل تغييرات او حاجه يبقى عندك دكه البدلاء تبقى مميزه. لازم يحط قوه الضربه بتاعته كلها من البدايه. طبعا عندك شيكابالا ممكن يبقى موجود، ممكن يبقى زيزو، بن شرقي، امام عاشور، وعندك بقى الحلول دي كلها بتتمثل، او عندك الهدافين كلهم من بدايه من عمر السعيد، زيزو هداف الدوري، بن شرقي، امام عاشور، شيكا، كل دول بيعرفوا يجيبوا جوان. صحيح. ودي مهم جدا ان كل دول بيعرفوا يحرزوا اهداف. وكمان الونش بهبراسه الثابته، وعبد الغني، عبد الغني عامل واحده بدماغه واحده يعني جول، خلصت لنا ماتش. بالظبط. فهي الفكره كلها ان انت الحاله الفنيه، ودايما بقولها في كل البرامج، الحاله الفنيه بتاعه اللعيبه. على فكره من اسهل، يمكن احنا قلنا الكلام ده قبل ما نطلع على الهواء، وقلت لك ان ده المباراه دي بالذات انا عن نفسي انا بتبقى من اسهل المباريات اللي ممكن تلعبها، مباراه اهلي وزمالك.